دول أخرى من فنزويلا من غيرها حقيقة تشكر هذه الدول، لكن لم نسمع شيء رسمي من الدول العربية. كذلك الموقف الرائع للحكومة التركية التي أوضحت بكل صرامة مواقف فيها رجولة وفيها أنفة، وتبين أن هنالك حكومة شرعية تعبر حقيقة عن إرادة شعبية ولا تخشى إلى مدى التذلل للدول الكبرى التي الآن وصلت أمام مفصل. فإما أنها تقوم بمسؤوليتها أمام المجتمع الدولي، نستعمل كلامهم اليوم الذي هو لنا في الأصل، القانون الدولي نحن نريد تطبيقه الآن، ليس فقط عندما نتكلم عن أشياء في تدمير أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق أو الحرب على الإرهاب في أفغانستان وغير ذلك. اليوم فيه جرائم مباشرة أمام العالم، فإما أن تقوم هذه الدول بمسؤوليتها أم أنها تتحمل مسؤولية عدم الأمن والاستقرار والدوس على قوانين المجموعة الدولية. كذلك ما ينبغي أن يفعل، وهذا من التوصيات التي نراها في حركة رشاد، أن تقوم كل القوى المستقلة في الدول العربية بالاحتجاج بالتصريح والخروج رغم حالات الطوارئ ورغم المنع بطرق سلمية، لأن لا نعطي ذريعة لهذه الأنظمة، لأنها قد تفعل في شعوبها أكثر مما تفعل إسرائيل في غزة. وهنا فيما يخص الجزائر مثلا، أريد أن أذكر بأمر أنه ما وقع إلى يومنا هذا في غزة من مجازر مروعة حقيقة، لا يمكن الإنسان أن ينظر إلى هذه المجازر. لا ننسى أن في الجزائر في ليلة واحدة في رمكة قرب غليزان قتل أكثر مما قتل في غزة إلى يومنا هذا، ولكن للأسف لم توثق بطريقة واضحة تلك المنكرات وتلك الجرائم التي لا بد أن يأتي يوم أن نبحث عن حقيقتها حتى يحاسب أولئك المجرمون والذين تواطؤوا معهم أو سكتوا أو ساعدوا عليها. فإذا لا بد أن يكون هذا التحرك يعني مستقلا ضغطا على هذه الأنظمة، وكفى أن يكون تعبيرا عن عدم الرضا بالجريمة ونصرة ولو معنوية لسكان غزة الذين في الحقيقة رفعوا رأس الأمة العربية والإسلامية. فنقول لهم شكرا لكم يا أهل غزة. فعندما نرى رجلا كما رأيناه في قنوات مباشرة قد فقد كل أفراد عائلته، 7 أو 8 كلهم من الرضيع إلى المرأة إلى الشيخ، وبقي هو يقول الحمد لله الحمد لله، فهذه عبرة لشعوبنا. فهو يقول الحمد لله الحمد لله، وأضاف أين أنتم يا عرب، فلنكلم أنفسنا أين نحن. فلا بد أن ننصر هذه القضية وأن نضع على الهامش هذه الأنظمة، فلا خير فيها، انتهى الموضوع. لكن سيأتي التعامل معها في مرحلة أخرى، الآن نريد نصرة إخواننا. وفي الجزائر كذلك، وبما أننا نتكلم عن الجزائر وهي طبعا قد ينطبق الأمر على دول أخرى عربية، نرى كيف تتعامل هذه الأنظمة مع من يريد نصرة الشعب الفلسطيني في غزة. فرجل مثل علي بن حاج، ما هي المفسدة التي ارتكبها خلال هذه 10 أيام الماضية؟ ما هي؟ قانونا أو أخلاقيا أو سياسيا. الرجل خرج مع الشعب وخرج مع إخوانه يريد أن يقول لا للظلم في غزة. اعتقل 6 أو 7 مرات خلال هذا الأسبوع الماضي، كل يوم مرة أمام المجلس الشعبي، مرة خروج من المسجد، مرة أراد أن يسلم رسالة رائعة في محتواها لسفير أمريكا في الجزائر. فماذا يفعل؟ تفعل وزارة الداخلية التي تريد أن تحمي الأمن والاستقرار، من استقرار من لست أدري، هؤلاء لم يكسروا لم يعتدوا، خرجوا بكل عفوية نصرة للشعب الفلسطيني، أفا لكم بحالة الطوارئ التي تريدون أن تقهروا بها شعوبكم. فلا بد للشعب الجزائري أن يخرج رغم هذه الحالة بطرق سلمية، لا نعطيهم ذريعة، وبنداء واضح نصرة لغزة، وتبيانا أن الشعوب لا تقبل هذا المنكر وهي في معزل عن هذه الحكومات. لا شأن لنا بهذه الحكومات لأنها
باقية في خانة ما يراه تراه الدول الغربية، فهي حكومات لا تمثل شعوبها ولا ترعى مصالحها. نحن نعلم ذلك وسنتعامل مع الموضوع وسنتعامل معه نصرة لشعوبنا، لأنه وللأسف لا يمكن أن تحل قضية فلسطين وهي محتلة ما دامت الشعوب العربية مكبلة وهي تحت حصار مستمر. فالقضية قد تكون من الناحية السياسية يعني هي مستوية فيها كل الشعوب العربية، ونحن كلنا في هذه الدول نعاني من ويلات الاستعمار وحالات الحصار والظلم والخضوع والخيانة. ما معنى أن تقيم اليوم دولة عربية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ ما معنى؟ ما معنى أن يقوم الجيش الجزائري كما يدعون ودون خجل سليل جيش التحرير الوطني بتدريبات عسكرية مع الجيش الإسرائيلي قبل سنتين أو ثلاث، وترفض السويد أن تشارك لأنها تستنكر أفعال الجيش الإسرائيلي؟ ما معنى هذا؟ هذه دول وطنية ترعى مصلحة الأمة؟ لا، كلا، إنها دول وضعت في إطار معين خدمة لمصالح معينة، لكن ليست هي مصالح الشعوب في هذه المنطقة، ونحن سيأتي وقت التعامل معها. فيما يخص المجتمع الدولي، طبعا نأسف ونلاحظ أن يعني أصبح تهور وظلم وطغيان وتبرير سياسي للمنكر. فما معنى أن يقول مثلا حتى الرئيس المنتخب الأمريكي الجديد أوباما، ونحن لا نعلق آمالا كبيرة على هذا الجانب، لأن على كل حال التحرر سيأتي من ذاتنا وليس من غيرنا مهما كان. هذا الرئيس المنتخب الذي ربما رأى فيه البعض التغيير يقول أنا أسف للضحايا المدنيين الإسرائيليين أولا والفلسطينيين. كيف يساوي بين الأمرين؟ بأي منطق؟ هل هو بمنطق الأعداد؟ هل هو بمنطق حجم الجريمة؟ هل هو بمنطق من المعتدي والمعتدى عليه؟ نحن وضعنا في ما يخص غزة واضح. المعتدي هو دولة إسرائيل العنصرية، دولة الأبارتايد، دولة الظلم، دولة الجريمة التي لابد أن تحاكم ولابد أن تغير في مضمونها وشكلها في المنطقة لا غير. لا يمكن أن تبقى هذه الدولة بهذا الشكل، لأنها خطر على الأمة، خطر على الشعب اليهودي، على الديانة اليهودية، على الديانة النصرانية، على الديانة الإسلامية، على السلام العالمي. هذه الدولة مجرمة، وهي طبعا فرضت أمرها على شبه حكومات عربية لا ترعى مصالح شعوبها. فنحن نقول أننا سنلتزم بالقانون الدولي وسنحاسبهم، ونسعى كلنا كمجتمع عربي وحتى أولئك أقول الذين من إخواننا في الإنسانية في الدول الغربية من النشطين حقوقيين أن يكثفوا الضغط على سياسيهم. فمثلا في أمريكا، وقد فعله البعض، تكلم رجل من الكونغرس وبعث رسالة استفسار للحكومة الأمريكية وهو يقول لماذا نسكت والآن إسرائيل تستعمل أسلحة أمريكية ضد القوانين، قوانين تصدير الأسلحة الأمريكية التي لها شروط، لها شروط تنطبق، لكن طبعا الإدارة الأمريكية تطبقها على الغير وتتناسها فيما يخص إسرائيل. ولذلك نحن نقول أنه حتى على المواطنين في الدول الغربية أن يلتفتوا وأن ينصروا إخوانهم بالتكلم مع السياسيين، مع النواب، مع الأحزاب، حتى يعني يسائلوهم ويدفعوهم لاتخاذ إجراءات سياسية لفضح هذه الجريمة وعدم السكوت عنها. شكرا لكم.